مشاهدي قناة سوق تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة سيدي معروف. حملة امنية مشددة من طرف السلطات الامنية والسلطات المحلية بمنطقة سيدي معروف، يعني من بعد القرار ديال الاغلاق على الساعة 9 ليلا. كتشوفوا معنا هذه الحملة هذه المشددة من طرف السلطات الأمنية والسلطات المحلية في هذه اللحظة. كتشوفوا معنا هذه الحملة اللي منظمينها السلطات الأمنية ديال دائرة المستقبل والسلطات المحلية يتابعين الدائرة. يعني في هذه اللحظات الإغلاق ثم الإغلاق ثم الإغلاق على الساعة 9 ليلا. حملة منظمة من طرف السلطات الأمنية والسلطات المحلية كيف ما كتتابعوا معنا. اي واحد ما غاديش ينفذ القانون غادي يطبقوا عليه المسطرة، اغلاق مدة اسبوع. سعود خاصهم يسدوا، سعود خاصهم يساليو، سعود خاصهم يكونوا في المنازل ديالهم، وحتى شي واحد ما يكون خارج الا في الحالات الاستثنائية. يعني السلطات المحلية والأمنية كيقوموا بالدور ديالهم على أكمل وجه في هذه اللحظات على الشارع الرئيسي ديال سيدي معروف. مشكورين رجال الأمن، مشكورين رجال السلطات المحلية، رجال القوات المساعدة حتى هما مشكورين على العمل الجبار ديالهم. على الساعة 9 كل شيء كيهبط ريدو، كل شيء خصو يسد، كل شيء خاصو يدخل المنازل ديالهم. مشكورين هاد الناس هادو على العمل ديالهم اللي كيقوموا به. شوفوا معنا الحملة مشددة منظمة من طرف السلطات الأمنية والمحلية تابعة دائرة المستقبل هنا في سيدي معروف. شحال عام قلنا فوق؟ اش قلنا؟ يا سير للدار، سير يلاه. يعني على الساعة 9 خاص كل شيء يدخل للمنازل ديالو. كتشوفوا معنا حملة أمنية مشددة في هاد اللحظات. شريف شريف خلطة خلطة، الله يرضى عليك. راه سعود صافي وقتنا. كتابعوا معنا الناس ديال الامن والسلطات المحليه كيقوموا بالدور ديالهم على اكمل وجه. اللي ما دايرش لك ماما يدير لك ماما، اللي مازال ما سدش خاصو يسد مع تسعود. يعني على الاقل واحد الساعه قبل خاصو يكون ساد باش يلاه يجيبها مع تسعود في دارو. يعني غادي نرافقوا السلطات الامنيه والمحليه في هذه الحمله اللي كيقوموا بها حاليا في منطقه سيدي معروف. كيف ما كتتابعوا معنا هاد الناس هادو خايفين على السلامة الصحية ديال المواطنين، كيطلبوا منهم باش يطلعوا الكمامة وباش يغلقوا المحلات ديالهم على الساعة 9 ليلا. حنا الان كنتواجدوا في سيدي معروف
هي الاولى راه ترسم معاك يعني كتشوفوا معنا المحلات كلهم سادين مع التسعه على الساعه 9 ليلا خاص الناس يسدوا ويلتزموا بالقرار الحكومي اللي جا اللي غادي يطبق اليوم 3 الجميع خاصو يسد مع سعود ديال الليل عندك الشانطي عندك مشكورين رجال الامن رجال السلطات المحليه اللي كيقوموا بالدور ديالهم على اكمل وجه الاغلاق ثم الاغلاق ثم الاغلاق على الساعه 9 ليلا وايا وايا وسيدي الكمامة الدراري صغار معاك ديرها الكمامة الحالة الوبائية في المغرب غدا وكتدهور العدد ديال الإصابات غادي وكيرتفع كل نهار كنسمعوا 6000 7000 9000 الله يلطف بينا الله يحد الباس لازم الناس تعرف ان كورونا راه مازال كاينه وهذا الشيء اللي دايرين راه في صالحهم في صالح المواطنين تشوفوا معنا منطقة سيدي معروف كتطبق القوانين كيسدوا مع تسعود والله يعني المحلات كيسدوا مع تسعود كل شيء خاصو يسد على الساعة 9 ليلا يعني كتشوفوا معنا كيدوروا محل محل باش كيقولوا لهم خاصكم تسدوا مع تسعود باش ديتك سارتي فوزك باش ديتك فوزك برزت الناس حل سد حل سد الو وي انا غنرجعو دابا حنا شكون لا انا باقي هنا صافي واقف صافي يلا للناس اللي كيسولوا اشنو واقع هنا حمله امنيه منظمه من طرف السلطات الامنيه والسلطات المحليه منظمه منهم حفاظا على سلامه المواطنين وعلى الصحه ديالهم كيقوموا بهذه الحمله هذه على قبل تسعود يعني اللي خرج من مور تسعود غادي يطبق عليه القانون اي محل حال من مور تسعود غادي يطبقوا عليه القانون
يعني رجعنا عاوتاني للحملات الامنيه، رجعنا عاوتاني لدخول دارك مع تسعود. الله يلطف بينا. خاص الناس تعرف ان كورونا راه مازال كاينه، خاصهم يديروا الحيطه والحذر، التزام بالكمامه ما يحيدوهاش من وجاههم. يعني الكمامه ضروريه حيت عدد الاصابات غادي يرتفع نهار على نهار. كل نهار كنسمعوا حالات ديال الوفيات حتى هو غادي كيتزاد. الله يلطف بينا. مشكورين هاد الناس هادو اللي كيقوموا بالدور ديالهم على اكمل وجه. شفتوا معنا كيدوروا محل محل اللي حال من مور سعود كيطبقوا عليه القانون. اذا حتى لهنا غادي نوصلوا مشاهدين قناه شوف تي في على نهايه هذا البث المباشر. كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.